بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين وعلى أهل بيتك الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول موضوع الاتجاه الأموي في الحديث والرجال وأثره على ابتعاد الأمة عن العترة. القرآن الكريم يؤسس العلاقة بين الأمة وبين القرابة والعترة على أساس المودة، ويعتبر ذلك كأنه أجرة لرسول الله صلى الله عليه وآله، بالرغم من أن الفائدة فيه إنما هي راجعة إلى الأمة: ما سألتكم من أجر أو ما أسألكم من أجر فهو لكم، لأنه عندما تنتظم العلاقة بين الأمة وبين العترة والقرابة في مسار إيجابي وودي، فإن الأمة سوف تستقبل من العترة الأوامر والنواهي والهداية، نظرا لأن الإنسان إذا كان بينه وبين طرف آخر علاقة مقبولة من الممكن أن يستقبل كلامه، أما لو كان هناك علاقة متشنجة بين طرفين فيصعب أن يتلقى أحدهما من الآخر
الأوامر والنواهي والأحكام. بناء على هذا يمكن القول أن المواقف من قبل الأمة فيما يرتبط بتأسيس هذه العلاقة صارت على أقسام. القسم الأول ما عليه الشيعة الإمامية، وهم يعتقدون بعترة النبي محبة وولاء وطاعة واتباعا، ويرونهم خلفاء رسول الله ويلتزمون بكلامهم كما يلتزمون بكلام رسول الله صلى الله عليه وآله. وهذه المودة في أرقى درجاتها، ليست فقط موقفا قلبيا، وليست فقط إظهار على الجوارح باللسان والفعل، وإنما بالاعتقاد بالإمامة وبالاتباع والطاعة. هذا القسم الأول. القسم الآخر اللي دون ذلك هو ما نعتقده أنه أكثرية الأمة من غير الإمامية، وهم من يمتلكون موقفا نفسيا هو المحبة لأهل البيت عليهم السلام وعترة النبي، يودونهم، يحبونهم، يتعاطفون معهم، تارة لصلاحهم في أنفسهم وأخرى لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله. ويعتقد أن هذا الاتجاه هو اتجاه أكثرية الأمة، هذا القسم الثاني، لكنهم لا يلتزمون بالاعتقاد بإمامة العترة أو بوجوب طاعتهم باعتبارها مفترضة من قبل الله عز وجل. القسم الثالث هو ما سنطلق عليه اسم الاتجاه الأموي، وسنشير إلى لماذا اخترنا هذه التسمية، مع أنه لا يزال مستمرا، والأمويون قد انتهوا منذ زمن بعيد كأسرة وكدولة. هذا الاتجاه الثالث لا يرى للعترة منزلة خاصة، ولا يعتقد بإمامتها، بل يكن لها موقفا سلبيا بدرجات مختلفة. أسوأها وأعلاها ما يسمى في التاريخ بالنصب، يعني إظهار شتم ولعن العترة، وفي طليعتها أمير المؤمنين عليه السلام، ومعاداة الإمام بشكل واضح وصريح، وهذا موجود في التاريخ. أعلى الدرجات سوءا، أقصاها سوءا هذه الدرجة، ثم تنحدر درجات من ذلك، درجة تتنكر للفضائل، تعتبر حالهم حال غيرهم، بل ربما يقلون عن بعض الصحابة في المنزلة، وبالذات بالنسبة لأمير المؤمنين، فضلا عن سائر الأئمة المعصومين عليهم السلام. موقف هذا الاتجاه الثالث موقف سلبي على درجات، تبدأ من الأسوأ درجة النصب
وتنزل في هذه الدرجات. هذا راح نطلق عليه عنوان الاتجاه الأموي، مع أنه وجد بشكل واضح وصريح أيام العباسيين وما بعد العباسيين، أيام الأتراك وأيام السلاجل قل أتراك وأيام الأيوبيين ومن بعدهم، بل إلى أزمنتنا المعاصرة هذه. نسميه بهذه التسمية باعتبار أن الذي أسسه كان الأمويون، عندما أصدر معاوية مرسوما بأن برئت الذمة ممن روى شيئا من مناقب علي بن أبي طالب، استمر هذا الخط. بالطبع قسم من هؤلاء لا يستعيبون أن ينسبوا إلى الاتجاه الأموي، يعني هذه بالنسبة إليهم لا تعد مثلبة ولا مسبة، فإن بعضهم كتبوا كتبا في تبرئة الأمويين وفي فضائل حتى مثل يزيد بن معاوية، فمو بالضرورة يشوف هذا يعني عار أو عيب، كلا. هذه إذن تقسيمات ثلاثة. هذا الاتجاه الأموي للأسف الشديد كان له أثر كبير في إبعاد الأمة عن العترة، يعني فيما كان الإمامية يحاولون قدر الإمكان إقناع عامة الأمة اللي هم النقطة المتوسطة كما قلنا، واللي عندهم محبة ولو نفسية لأهل البيت، كان الإمامية يحاولون أن يقنعوا الأمة قدر الإمكان بلزوم اتباع أهل البيت عليهم السلام، وأن يحولوا الموقف النفسي إلى موقف اعتقادي وعملي وفقهي قانوني. الإمامية كان شغلهم على هذا الأساس طيلة فتراتهم السابقة والحاضرة. في الطرف المقابل تماما الاتجاه الأموي كان يأخذ بعكس هذا الاتجاه، يسحب الأمة بعيدا عن العترة وخصوصا بعيدا عن سيد العترة علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. لهؤلاء طرق متعددة في مثل هذا الأمر، في إبعاد الأمة عن العترة وفي تعظيم الفاصل بين الأمة وبين العترة. أول ما صنع هذا الاتجاه كرس مفهوما أن الذي يثني ويمدح وينقل فضائل أهل البيت وذكر علي بن أبي طالب عليه السلام هذا شيعي بل رافضي، وإذا كان كذلك فإنه تترتب عليه آثار متعددة. هذا صنعه قسم من رجال الحديث. البدايات كانت من قبل الأمويين أن من روى شيئا من مناقب علي بن أبي طالب فقد برئت الذمة منه، يعني كل حقوقه المدنية راح تسقط بناء على ذلك. وهؤلاء هالاتجاه هذا في فترات طويلة كانت يده الطولى في الحكم والسياسة، يعني مثلا أنت أخذ من زمان الأمويين سنة 40 هجرية إلى نهاية دولتهم سنة 132 هجرية، استثني من هذه 4 سنوات فقط هي أيام عمر بن عبد العزيز،
اللي رفع اللعن والشتم وما شابه ذلك، وإلا باقي الفترة هي ضمن هذا الإطار شدة وخفة. مرة يصير متولي للأمور مثل خالد ابن عبد الله القسري والحجاج الثقفي وأمثاله من الولاة، والخلفاء مثل هشام وعبد الملك وفلان وفلان، وهذول لسان حالهم كما قال خالد القسري أثناء ولايته، طلب من محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أن يكتب له شيئا من سيرة رسول الله، أريد أطلع على سيرة النبي. فأراد أن يكتب، إجا إلى قال له زين قد يمر بي ذكر علي بن أبي طالب، فشلون أتعامل مع الموضوع؟ أفترى أن أذكره؟ قال لا، إلا أن تذكره في قعر الجحيم. إذا تريد تذكر اذكر ذاك الصوب، أما مقام بطولة ومنقبة وفضيلة لا، ممنوع هذا. ونفس الكلام أيضا فيما يرتبط بالحجاج الثقفي الذي كان يقتل على أساس أن هذا من أولياء علي بن أبي طالب وأنه ينقل أخباره وقضاياه. فهل مستوى هذا استمر إلى زمان العباسيين؟ بداية عهد العباسيين أبو العباس السفاح توقف قليلا، يعني ما صارت عنده مبررات لكي يستمر في عداء علي وأهل بيته، لا سيما وأنه تو أولا جاي العباسيون جاءوا على أساس إسقاط بني أمية، وبنو أمية أعداء أهل البيت. فبقيت الفترة اللي قضاها أبو العباس السفاح عدة سنوات، لكن ما أن جاء أبو جعفر المنصور إلا وبدأ نفس المشوار بصورة أسوأ في بعض الحالات مما كانت في زمان بني أمية. المنصور العباسي أرسل رسائل إلى بني الحسن فيها من الشناعة ومن الفحش والشتائم والعيب على أمير المؤمنين عليه السلام وعلى الحسن المجتبى ما لم يصنعه أي واحد من الأمويين في كلامه. هذا المنصور العباسي، وكان بينه وبين آل الحسن مشاكل وثورات، فطلع حسب التعبير كل أحقاده في الحسن وفي علي عليه السلام، ورسائل في غاية الدناءة أرسل إليهم. هذا كان المنصور. مو بس هذا، ذكرنا في وقت مضى قطع أي ارتباط بالأسرة النبوية. حسب التعبير إذا كان عندنا بيننا وبينكم علاقة مع بني هاشم على أساس أن عبد الله بن عباس جدهم تلميذ علي بن أبي طالب، إحنا هذا الإصبع نقطع حسب التعبير، لا نريد ابن عباس ولا نريد فقهه ولا نريد حديثه، ما دام يتصل بعلي بن أبي طالب أعطينا يا مالك أنت كتاب الموطأ، وهذا الكتاب الرسمي راح يصير الفقه الرسمي للدولة العباسية. ابن عباس اللي هو حبر الأمة، لكن لأنه متصل بعلي وبني هاشم وكان في ركابهم، قطعوا ارتباطهم به عضويا المنصور ومن بعده. ونفس الكلام يجي حول هارون. نعم، في هناك فترة ضيقة وهي فترة المأمون ومحمد الأمين. المأمون بناء على ما كان عنده من معرفة وعلم، ما كان معتقد اعتقاد ديني، وإنما كان عنده معرفة نظرية،
بأن عليا هو أفضل من كل من سبقه ومن لحقه. كان الرجل يعرف مقدار علي بن أبي طالب وعلمه وخبرته وإلى آخره، ما كان يعتقد به دينيا ولكن يعرف فيه هذا المعنى. ومحمد الأمين شيئا ما لم يصدر عنه شيء واضح معاد للعترة، وأما بسائر الأوقات ولا سيما عندما جاء المتوكل العباسي فقد وصفت مصادر مدرسة الخلفاء فضلا عن غيرها، وصفت المتوكل العباسي بأنه كان ينصب العداء لعلي بن أبي طالب، يعني فهذا في أسوأ الدركات من العلاقة المتشنجة بالعترة الطاهرة. زين، هذا الوضع السياسي جاء في ضمنه أيضا أجهزة دينية، جاء محدث وجاء رجالي وجاء قصاص وجاء خطيب جمعة وجاء عالم ومفتن ضمن هذا الجو وضمن هذا الإطار. فكان أن أنتجت إنتاجات كتب أحاديث روايات، بعض الصحاح ألفت ضمن هذا الجو وفي هذا البحر، ومن الطبيعي أن هذا المؤلف إنما يراعي وضع الحاكم وتوجهاته. إذا كان الحاكم ينصب العداء لعلي، هل يعقل أن صاحب الكتاب يأتي له بفضائل الإمام وحديث الطير المشوي والحق مع علي وعلي مع الحق وحديث الغدير؟ مو معقول هذا أصلا. هذا فضلا عن أن بعض هؤلاء هم عقائدهم ضمن الاتجاه الأموي. فصار عندنا إذن هذا الاتجاه صار محميا من قبل الدولة، من قبل الحكومة، من قبل الخلافة، وأنتج إنتاجات متعددة. ترافق هذا مع شيء آخر في زمان تأليف الكتب، أنه صارت قضية التشيع تعتبر تهمة وتعتبر مثلبة وتعتبر نقطة نقص في المحدث. فإذا واحد اتهم بأنه شيعي اجتنب حديثه، إذا كان يتشيع لم يؤخذ عنه. طبيعي أي واحد محدث ما رح يجي يضيع نفسه مثلا ويخلي الطلاب والناس ينفرون عن الأخذ منه لاتهامه بالتشيع، لا سيما وهو ليس شيعيا. قسم من هؤلاء ليسوا شيعة بالمعنى المعروف، يقول لك أنا ليش مثلا أحدث بفضائل علي عليه السلام وأتهم بهذا الاتهام فما حد يأخذ مني؟ بل عقوبات كانت تصير كما حصل للنسائي، ذكرنا قصة النسائي عندما ضرب في بلاد الشام وقضى نحبه على أثر ذلك، وذكرنا قصة الجهضمي وغيره وغيره، كثير من الحوادث في هذا الاتجاه. هذا شنو اللي سوى؟ ما دام صار الإنسان الشيعي الحقيقي لا ينقل عنه، اعتبار ما ذكرناه في ليلة مضت من أن الذهبي يقول الرافضة اجتنبوا في الحديث عنهم لأنهم يلزمون التقية وبالتالي لا يكونون صادقين، هذا الشيعي الحقيقي لا يؤخذ عنه أصلا. غير الشيعي وإن كان عنده ميل لأهل البيت كان يكتم ذلك حتى لا يضرب حديثه بالكامل ويلغى حديثه بالكامل. هذا أول شيء. الشيء الآخر، أتباع هذا الاتجاه الأموي فرضوا حصارا شديدا على قضية المناقب والفضائل
لا سيما منها تلك التي ترتبط بالعقائد الدينية. أكو عندنا بعض الأحاديث في الفضائل مرتبطة بقضية التفضيل، تفضيل علي عليه السلام على سائر الصحابة، هذه مربوطة بقضية دينية، لأن مدرسة الخلفاء قائمة صحة الخلافة على أساس أفضلية الخلفاء، وأفضلية الخلفاء قائمة على أساس الخلافة، قائمة على أساس الأفضلية، والأفضلية قائمة على أساس ترتيب الخلافة. زين، إذا إجا حديث وقال لهم أنه علي خير البشر كما سنأتي في ذكره بعد قليل، طبعا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله ورواه الصحابة، زين هذا يهدم ركن من أركان المدرسة الأخرى، كيف تنقله أنت؟ ما تنقله. زين، إجينا حديث يرتبط بقضية الوصية وقيام رسول وقيام أمير المؤمنين عليه السلام مقام رسول الله بعد وفاته، زين هذا إذا تنقله معنى ذلك أن هناك وصية من رسول الله مبكرة وإشارة إلى الوصي، أنه مثلا في زمان بدايات البعثة النبي قال من يؤازرني على أن يكون أخي ووارثي ووصيي من بعدي؟ إذا صار هذا الحديث ثابت نقلناه في كتبنا نحن، هذا معناه أنه إحنا سلمنا لما يقوله الإمامية بأن هناك وصية لعلي بن أبي طالب، هذا يخرب الشغل. وأمثال ذلك قضية حديث الغدير وغير ذلك. فماذا صنع هذا الاتجاه؟ عدة أمور نوجز قسما منها بحسب ما يتسع الوقت بعد الصلاة على محمد وآل محمد. أول شيء قام به أتباع هذا الاتجاه وهذا الخط هو التعتيم، التعتيم على الفضائل والمناقب، مثل ما قال هناك برئت الذمة ممن روى شيئا من مناقب علي بن أبي طالب، هذا ظل مستمر حتى لو ما كان بشكل رسمي ويقول لك أنا التزاما بأمر الدولة الأموية الكذائية أصنع هذا، ولكن بالفعل عندما يأتي ويصنف ويدون يغفل ويهمل فضائل ومناقب العترة. ومن العجيب أنه بالرغم من ذلك وسبحان الله حتى لا تضيع الحجج، ولولا هذا لكان الأمر مشكلا، مع كل ذلك الأمر قلنا هذا الاتجاه الأموي كان هو المسيطر في الغالب على سياسة المسلمين، عباسيين أمويين أتراك غيرهم، وهو كان يمارس هذه السياسة، وكان ينبغي ضمن الظروف العادية أن تندثر كل هذه المناقب والفضائل، لكن هذا رح تصير مشكلة أنه ماكو حجة لله بعد ذلك على الناس. فكان من لطف الله عز وجل أن بقيت هذه الأحاديث وهذه الروايات بالرغم من حجم العمل الكبير والضخم الذي تم لأجل دفنها وطمرها وإخفائها، لكن أراد الله أن تبقى حججه ظاهرة قائمة موجودة للناس. الآن إذا واحد يريد يبحث في موضوع روايات المناقب والفضائل التي ترتبط بالعقائد يجد شيئا كثيرا، وهذا من العجيب، يعني أن دولا، مو دولة واحدة، مئات السنوات قرون تشتغل بكل أجهزتها من أجل إخفاء هذه الأمور، ومع ذلك تبقى هذه الأمور ظاهرة. قسم من هذه الروايات فعلا انطمر، ولكن ما تقوم به الحجة
المقدار اللي يكفي للإنسان الباحث عن الحقيقة، هالمقدار هذا موجود. فأولاً إخفاء الفضائل والمناقب بشكل كامل قدر الإمكان، إذا ما أخفيت لا أقل تقطيعها وتغييرها. مثلاً أنت لما تيجي تشوف في بعض هذه الكتب، كما في كتاب البداية والنهاية لابن كثير وغيره، لما يمر على موضوع الإنذار يوم الدار، فقام رسول الله وقال: أيكم، مخاطبا بني هاشم، أيكم يوازرني في هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا وكذا؟ شنو يعني كذا وكذا وكذا؟ النبي يعني قال وكذا وكذا؟ لو الصفحة ضاقت عنها الثلاث عبارات، لا، هذه يعرف الرجل وهو ذكي، يعرف إذا ثبتها على أن يكون أخي ووارثي ووصيي من بعدي، معنى ذلك هذه وصاية مبكرة قبل لا يبدأ أي شيء. عمره 11 سنة ومع ذلك تم الإعلان عن وصايته. فاللي يجي يقول فيما بعد أن النبي لم يوصي، يقول له خب هذه وصية، هذه إشارة إلى هذا المعنى. وأمثال ذلك، تمر على رواية أخرى: جاء ومعه رجل. من هذا الرجل؟ مجهول، ما حد يعرفه، ما حد يدري عنه. لا، معروف وواضح، لكن إثبات اسمه هنا رح ينفع من يستفيد منه في باب العقائد. وعلى هذا المعدل لا نطيل في هذا الجانب، تارة إخفاء بالكامل، تارة إخفاء الأسماء وتقطيع الأحاديث وتغييرها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي حدث بعد هذا هو قضية التأويل. تأويل، وقبل التأويل خلي التأويل آخر شيء. الأمر الثاني، على فرض أنه الروايات وصلت إلى الناس، ماذا نصنع؟ خلينا نجي نقول هذه روايات ضعيفة، أسانيدها متهالكة، لم يروها أحد من أهل العلم. اللي يريد يعرف هذا بس يراجع كتاب منهاج السنة ويرى ما الذي صنع، فقد أتى بالعجب العجاب. أحد علمائنا آية الله السيد الميلاني حفظه الله، من فقهاء قم المقدسة، وهو متخصص في هذه الأمور العقائدية، عنده كتاب اسمه محاضرات في الاعتقادات، وهو متتبع جيد في هذه الأمور. أنا أورد من هذا بعض ما ذكره. يقول في قول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، نص في الولاية هذه يستدل بها الإمامية. صاحب منهاج السنة ماذا قال هنا؟ قال: وقد وضع بعض الكذابين، هم وضع وهم كذاب، حديثا مفترى أن هذه الآية نزلت في علي لما تصدق بخاتمه في الصلاة، وهذا يقول كذب بإجماع أهل العلم بالناقل، مو واحد ولا اثنين، إجماع. أكو السيد الميلاني في كتابه بالهدوء المعروف عادة عن علمائنا، أجابه بأن أورد حوالي 20 مصدر حديثي من مصادر مدرسة الخلفاء، ومثلها تقريبا
مصدر تفسيري من مصادر مدرسة الخلفاء تشير إلى أن هذه الآية ذاتها نزلت في علي بن أبي طالب. كيف أنت تجي تقول بإجماع أهل العلم؟ يا بلا أقل شوف شوية هذا الكتاب اللي على يمينك على شمالك، هذه كتب موجودة متوفرة، مو كتب الإمامية هذه حتى مثلا تقول كلها مكذوبة وكلها موضوعة، لا، هذه كتب مدرسة الخلفاء وبعضها من المصادر الأساسية. فأورد له من كتب الحديث ما ذكره الطبراني، طبراني من أئمة الحديث عند المدرسة الأخرى، له ثلاثة مجاميع مهمة: المعجم الكبير، المعجم الأوسط، المعجم الصغير. الهيثمي أيضا كذلك من أئمة الحديث، المتقي الهندي صاحب كنز العمال أيضا ذكر ذلك، المحب الطبري كذلك، ابن الجوزي الذي كان في زمانه من أعيان عصره في الأحاديث، وغيره كالخطيب البغدادي وأمثاله، سرد 20 مصدر، الآن لا نريد الإطالة بذكرها جميعا، من الكتب اللي تنقل الأحاديث. كيف تقول بإجماع أهل العلم؟ ما ذكره أحد، وضعه بعض الوضاعين. روح إلى كتب التفسير، تفسير الفخر الرازي، القرطبي، هذول أعظم أو من أعاظم مفسري مدرسة الخلفاء، تفاسير عندهم متقنة قوية مفصلة، تعد في الدرجة الأولى من تفسير مدرسة الخلفاء. هؤلاء ذكروا هذه الآية وفي من نزلت، والنسفي والبغوي والبيضاوي وأبي السعود العمادي والشوكاني والآلوس الحنفي وإلى غير هؤلاء. فيجي هذا الخط وهالاتجاه، الرواية والمنقبة لا سيما اللي فيها موضوع عقائدي، ربما مو مهم عند أنه يقال علي كان يصلي هالقد ركعة لأن ما فيها إثبات عقائدي، طيب، لكن الموضوع اللي فيه إثبات عقائدي هذا يصاب به أصحاب هذا الاتجاه، يصابون بالحمى منه. رواية أخرى: حديث علي مع الحق والحق مع علي، هذه بعد طامة الكبرى إذا يثبت. فيقول عن هذا من أعظم الكلام كذبا وجهلا بالطريقة هذه، فإن هذا الحديث لم يروه أحد عن النبي، لا بإسناد صحيح ولا ضعيف، ما حد رواه أصلا، ما في سند إله أصلا، بنفس الطريقة التي جاء بها هذا العالم المحقق السيد الميلاني، قال من رواة هذا الحديث من الصحابة أولا علي بن أبي طالب، فقد أخرج عنه الترمذي في صحيحه، ترمذي في كتابه السنن، ولو ما يعدونه مثل البخاري ومسلم، لكن بعضهم يقول إنه يعد في الصحيح، بل ربما فضل بعض الترمذي في حذقه وحفظه على مسلم. نقلنا في عند حديثنا عن تعريف بمصادر مدرسة الخلفاء، فهذا الترمذي أقل شيء بتقول هذا حديث مو معتبر، أنت تقول لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، هذا إسناد ضعيف على رأيك وعلى رأي غيرك إسناد صحيح، كيف تنفي شيئا من هذا القبيل؟ الحاكم النيشابوري في المستدرك، مستدرك على شرط الصحيحين أو أحدهما، كيف تقول بهذا الجزم كذب
وجهل، ولم يروه أحد لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف. طيب، فهذا من طريقة هذا الاتجاه الأموي، إذا رواية وصلت في البداية حاول يقطعها ما توصل، إذا وصلت قيل أنها شنو لا سند لها أصلا، أو سندها ضعيف أو متهالك. أما إذا رواها الشيعي فيقولون هذا شيعي محترق، حتى التعبير عندهم هو شيعي محترق. طيب زين، هذا النيشابوري ليس شيعيا ولا محترقا، طفوا عنه الاحتراق ماله. طيب، وروته أيضا سيدتنا أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وآله، أخرج الحديث عنها الطبراني والخطيب البغدادي وابن عساكر. كيف لم يروه أحد لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف؟ على يمينك سنن الترمذي، لا أقل، تفتح تشوف. على يسارك طبراني، لازم تفتح وتشوف. وهكذا، وينقل أيضا إلى أنه سعد بن أبي وقاص أيضا ذكر هذا الحديث، أخرج عنه الحديث البزاز وغيره، وقال إن رجاله رجال الصحيح إلى آخر كلامه. أبو سعيد الخدري أيضا أخرج هذا الحديث. زين، صار الآن عندنا 4 من الصحابة بهالسرعة هذه، كيف لم يروه أحد؟ كيف لا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف؟ بس هو هذا الاتجاه ينتهي إلى هالشكل، حديث باطل، حديث موضوع، حديث غير صحيح، تعال انت روح دور بعدين. لكن زين أن مثل هؤلاء المحققين جردوا أنفسهم للكتابة وبشكل علمي حتى يلزموا ذلك الطرف من مصادر مدرسته التي يعتقد بها. هاي المرحلة الثانية، أنه يقول لك سنده ضعيف، مو صحيح، ما حد رواه، لم يذكره أهل العلم، كذب بالاتفاق، وضعه بعض الكذابين إلى غير ذلك. هاي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة أنه يجي فيؤول الحديث، يخرجه عن معناه، إخراج مفضوح في كثير من الأحيان. مثلا الحديث الذي نقله جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه وحذيفة بن اليمان عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال علي خير البشر، من أبى فقد كفر. علي بن أبي طالب بعد رسول الله صلى الله عليه وآله طبيعة الحال هو خير الناس، خير البشر، صحابة غير صحابة كلهم وراه يجون، وهو خيرهم وسيدهم. زين، هذا حديث نقل عن جابر بن عبد الله وعن حذيفة بن اليمان، كلاهما من أصحاب رسول الله الخلص لأمير المؤمنين عليه السلام، عملوا بمقتضى هذا الحديث. زين، فسنة من السنوات احنا تحدثنا عن هذين الجليلين في هذا المكان المبارك في سلسلة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله، بينا فضائلهما ومناقبهما، هم حذيفة وهم جابر بن عبد الله. فالشاهد على ذلك، لما صار هذا الحديث موجود شي يسوي الآن؟ ماذا يصنعون مع هذا الحديث؟ خليني أقرأ لك شيء أنا كنت قد كتبته في ذيل ترجمة حذيفة بن اليمان في هذا الموضوع. قالوا هذا المعنى جاء في كتاب من حديث خيثمة بن سليمان الأطرابلسي،
هذا الحديث ورد هناك في مصادرهم. زين، الآن هذا محرج، لأنه إذا صار خير البشر كيف يتقدم عليه وكيف يفضل عليه غيره؟ وش تسوي مع موضوع الخلافة؟ طبعا من أبى فقد كفر، يعني من وصله هذا الحديث عن رسول الله ومع ذلك رفض كلام رسول الله، طبيعي هذا ما يقولوا له هلا ومرحبا بك، هذا مثل قضية اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل علينا حجارة من السماء وائتنا بعذاب أليم. يرى رسول الله أو يسمع من رسول الله أو يصل إليه بنحو معتبر أن النبي يقول هكذا، فهو يرفض كلام رسول الله. في بادئ الأمر قسم منهم قالوا هذا حديث منكر، البتن ماله شوية ثقيل، لا يتوافق مع ما نذهب إليه. قالوا إن رجاله ضعاف، شافوا أن قسم من رجاله لا ليسوا كذلك ببعض الأسانيد، فماذا قالوا؟ واحد إجا كما صنع البلاذري في أنساب الأشراف، قال علي من خير البشر، مو علي خير البشر، الحديث هالشكل، علي واحد من الناس الطيبين مثلك ومثل غيرك ومثل هذا، من خير البشر، أكو ناس أشرار في البشر وأكو ناس أخيار، فعلي بن أبي طالب هو من خير البشر، لا أنه خير البشر. شوف التزوير شلون يصير، إما بإثبات هذه الكلمة وإما بتأويل الحديث بهذا النحو الفج. طيب هذه ما تستوي يا أبا، هذا مو معنى اللي هذا، مثلا أن تقول علي بن أبي طالب يصلي، علي بن أبي طالب خوش آدمي، لا يتصدى النبي لبيان مثل هذه الأمور الواضحة والبينة عند الناس، فجاء واحد لا صار أشطر في التأويل وهو أبو شجاع الديلمي، قال علي خير البشر، من أبى فقد كفر، الحديث صحيح والمعنى أيضا صحيح، ولكن بعد الصديق والفاروق. خير البشر نعم، والحديث هم صحيح ولازم الإنسان يعتقد به، ولكن بعد الصديق والفاروق، بعد الخليفة الأول وبعد الخليفة الثاني أهلا وسهلا، ما أدري ليش نسي الخليفة الثالث. طيب بس يقول هذا هو، فيصير أمر التأويل، والتأويل غريب في ذلك الاتجاه كثير، مع أنه على خلاف مسلكهم من أنهم يرفضون التأويل عادة، بس في هالمواقع لا ما يخالف التأويل لا بأس به. ذكرنا قبل أيام حول تأويلهم لما نقل عن النساء من فضيلة لمعاوية أنه لا أشبع الله له بطنا، قال إيه هذه فضيلة ومن قبل أنه يوم القيامة بصير شبعان وإلى آخره. زين يا أبا مروان بن الحكم شو تسوي فيه؟ أكو حديث منقول عن عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وآله أنه لقد لعنك رسول الله وأنت في صلب أبيك، وإنما أنت فضض من لعنة رسول الله. حتى كتب اللغة في كلمة فضض تشير إلى هذا الحديث. زين هذا شو تسوي فيه؟ إجا واحد قال ها هذا أيضا مدح إلى مروان، كيف مدح هذا؟ قال لأن النبي مكان ثاني قال إنما أنا بشر، فأيما رجل شتمته أو لعنته فاجعل ذلك له صدقة وأجرا، أنا النبي يعني تغلبني أعصابي وشوية
هذا ألعنه، هذا أشتمه، هذا أسبه، هذا أرفسه، طيب وأسوي هالأشياء هذه لأن أنا بشر. فإذا واحد سويت إلى هالشكل ولعنته ما كان مستحق للعن فاجعلها اللهم صدقة له. فهذا معنى أن النبي يريد أن يعطي إلى مروان فضائل كثيرة، صدقات عظيمة، أجر كبير، لأنه كل ما هاللعن باقي هو يحصل شنو؟ حسنات بدعوة رسول الله. شايف شلون يصير التأويل والتزوير في كثير من الأحيان؟ هذا كله من أجل شيء واحد، هو تدعيم أعمدة ذلك الخط وإبعاد وإفقاد الأمة الخط الأصيل والصحيح الذي نادى به القرآن: قل لا أسألكم عليه أجرا ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أي بشارة، هذا شيء عظيم، التفتوا إليه. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. يتوجه إليهم بمحبة يستحسن منه ذلك، يزاد له في الحسنات ويبصر طريقة. فإذا الأمة صارت هالشكل تهتدي. وأما إذا بقيت ضمن ذلك الإطار وفي دائرة التعتيم الإعلامي تنفصل عن الأمة. للأسف أن الأمة تأثرت تأثرا غير قليل بهذا الاتجاه وإلى يومك هذا. يعني الأمة لا تزال تقرأ كتب مبنية على هذا الأساس. نعم بقي فيها ما يمكن الاحتجاج به لمن أراد أن يحتج والاهتداء به لمن أراد أن يهتدي، هذا أيضا موجود، لكن يا ليت ما كان هذا الأمر وكان الطريق لاحبا وواسعا وواضحا لجميع الناس. يا ليت أن هذه الكتب لم تكتب على أساس ما كان يريد الاتجاه الأموي، هذا الاتجاه اللي يخلي واحد من الناس في وقت مبكر عندما يرى علياً ابن الحسين زين العابدين عليه السلام يسبه ويشتمه ويتشمت به. لا غرابة إذا كان هذا يسوي الشكل، فإن أميرهم كان يصنع هكذا. ابن زياد ماذا قال لزينب؟ الحمد لله الذي قتلكم وفضحكم وأكذب أحدوثتكم. أنتم عندكم أحدوثات بدع الله أكذبها. هذا لسان الرسمي مال الدولة، ماذا سيكون حال عامة الناس؟ يأتي هذا الرجل ويقول للإمام زين العابدين عليه السلام ما قال. فالتفت إليه الإمام زين العابدين عليه السلام وقال له: يا شيخ، هذا في الشام، يا شيخ قرأت القرآن؟ قال: بلى. كأنما يقول له: أنت شكوي القرآن. قال: أقرأت قوله تعالى وآت ذا القربى حقه؟ قال: بلى. قال: فنحن القربى يا شيخ. هذا اهتز، معقولة؟ هل ممكن هذا؟ أقرأت القرآن؟ قال: بلى. قال: قرأت قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ قال: بلى قرأتها. قال: فوالله إنا لنحن القربى. اهتز هذا الرجل: بالله عليكم أنتم هم؟ قال: إي وحق جدنا رسول الله، إنا قرابة رسول الله وأهل البيت الذين
أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فأقبل ذلك الرجل على يدي الإمام يقبلهما ويعتذر مما سلف منه. هذه القرابة كان ينبغي أن تحتضن برمش العيون وأن يصيخ لها سمعا كل المسلمين، لكنهم ماذا صنع هذا الاتجاه وأنصاره؟ ماذا صنعوا؟ شردوهم، قتلوهم، آذوهم، اضطهدوهم، حتى وصل الحال أن يقول الإمام زين العابدين عليه السلام: ما مررت على بيوت آل أبي طالب وآل عقيل إلا وخنقتني العبرة، لأني أراها خالية من أهلها، ما فيها إلا ناع وناعية. وين رجالها؟ وين نجوم الأرض من آل عبد المطلب؟ وين عترة النبي؟ هؤلاء قتلوهم ومزقوهم تمزيقا. ولذلك فقد حالف زين العابدين عليه السلام الحزن والبكاء طيلة حياته، حزنا عليهم وبكاء على ما أصابهم، إلى الحد الذي يأتي إليه بعض أصحابه خائفين وجلين عليه، فيقول له أبو حمزة الثمالي: أما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يخف؟ أما تقولون إن القتل لكم عادة وكرامتكم من الله الشهادة؟ قال: نعم يا أبا حمزة، شكر الله سعيك، القتل لنا عادة، كرامتنا من الله الشهادة، ولكن متى كان سبي النساء لنا عادة؟ ومتى كان دخول عماتي وأخواتي إلى مجالس الرجال لنا عادة؟ يا أبا حمزة، ما نظرت إلى عماتي وأخواتي إلا وذكرت فرارهن في البيداء، والنار تشتعل بأطرافهن وهن ينادين: ومحمد وحسين، أنا قلبي يا أبو حمزة تراه تفطر وذا مثل المصيبة اللي دهيتنا، ما حدا ذيك الأقمار اللي بمنازلنا يزهرون، والليل كل من العبادة ما يفترون، 17 فارقيتهم كلهم غصون، فرد ساعة والسدوم حر الترى، أنا ما نكست راسي لجيل ذيك الأماجيل، ما قصروا بالغاضري يا زلزل نكس الراس دخول زينب مجلسي حسرة، ومن كثر المصايب راسها شاب، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال. نسألك اللهم وندعوك
باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصونا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.